نص كلمة بقلم أحمد رجب. أيقظني من نومي دكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، وقال: لقد قلت لطلاب اليوم أن كتابك تجربة سيبقى الحب موسوعة علمية للطب النفسي الاجتماعي، لا فرق بينه وبين أي موسوعة علمية إلا أنه يثير الابتسامة. وقلت للدكتور عكاشة: انتظر، أحضر قلم وورقة لأكتب رأيك. وفي الصباح فشلت في قراءة ما كتبته وأنا شبه نائم، فوعدني دكتور عكاشة أن يكون رأيه هو مقدمة لطبعة الكتابة الجديدة، ولا أزال أحملق فيما كتبته وأنا نائم متسائلا: يا ترى مكتوب إيه؟ أحمد رجب.